بالنسبة للأطعمة اللي خصنا نتجنبو في شهر رمضان، نتجنبو المشروبات الغازية، نتجنبو المشروبات اللي فيها الحلاوة بزاف، كنحاولو ناخدو لي جو سون سكر، نحاولو ناخدو أتاي، ناخدو العواصر كاملة سون سكر بدون سكر، نبعدو من المواد المصنعة، نقصو شوية من المعجنات، نقصو شوية من الملحة، من الدهنيات، نحاولو ناخدو واحد الغوبا إيكيليبغي فيه بروتين ديالنا، نشويات، وناخدو الفواكه والخضر، نحاولو يكونوا هما سورتو لي فاريي، هما اللي كثار عندنا في الوجبه ديالنا. شنو الضرر؟